بالنسبة لمباراة الديربي، يعني كنعرفوا دائما تنافس كبير بين الرجاء والوداد في مباراة الديربي. بالنسبة لي أنا لعبت أكثر من 15 ديربي. نتكلم على الديربي ديال هذه السنة، فهو مغاير يعني للسنوات الماضية، نظرا لحساسية المباراة. الرجاء مطالب بالفوز باش يلعب حتى آخر الأوراق إن شاء الله، المباراة الأخيرة ضد وجدة وانتظار نتائج الجيش الملكي. إن شاء الله إلى فزنا بالديربي إن شاء الله غادي يكون عندنا حظوظ كبيرة باش نفوزوا بالدوري. الوداد حتى هو مطالب بالفوز باش تكون عنده يعني حافز الاستعدادات للسنة الجاية، باش ولكن الحمد لله يعني الرجاء هذه السنة يعني كانت مخالفة للسنة الماضية من حيث النتائج، من حيث الاستقرار، من حيث مجموعة من الأشياء اللي خلات الرجاء تنافس على كأس العرش وعلى البطولة. فالديربي إن شاء الله غيتلعب على جزئيات بسيطة، رغم عدم حضور الجماهير غيأثر نوعا ما على المردود ديال اللاعبين، لكن حنا عندنا ثقة كبيرة في اللاعبين ديالنا إن شاء الله باش يقوموا بمباراة كبيرة ويفوزوا، وننتظروا نتائج الجيش الملكي.